عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. دبونا نزعج تفش ملات منكم ومن روتينكم الممل هذا، كل يوم تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، خلاص يا اخي جبتوا لي الطاقة. ابو الحلال جيت ام مخنا انت، هذا يطق فيك عرق يا ابو روق. صرنا كخة يا بقيرة. لا ما انتو كخة. يخسى عليك يا بابا صنفور، ما انتو كخة، اكة وبقية في الدكة، بس قصدي لما تيجوا عندنا جدة عروس البحر الاحمر اكلكم سيفود، استكوزا، جمبري، محار، يعني اشكل لكم اكلات واكلكم الاكله الافريقيه الشهيره بما تسمى بالسيري. ايه سلامات، بتذلنا بالسيري حقك؟ ايه وبذله، لانه اكله الاباء والاجداد العريقه. وبعدين بالله سالت نفسك يوم متى اخر مره عزمت انا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم؟ الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه وعدعد كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت مع حاشي، فين نجيب له؟ يا ابن الحلال اترك فاضيين له، حنا علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جواكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف قوم اقرب. خلنا نشوف جوا. اقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل. جوهم يجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خل عدا. وشي من ذا السبك تميلح وجهه. حياكم الله يا سلام النشانيش، اليوم في زواج ساعد النشانيش، الله يوفقه ويبني بيته. وهذول الحضور سيكم بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانه. قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وهذا طباخنا علي ناجي، ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله لطبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا هو ذا. يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي أشوف الحاشي على الطبيعة. أمنيتي بسيطة، أكل من الحاشي ولو لقمة واحدة. خلونا نروح الزواج الزواج. وهو مهبول أنت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس، وديك في الصدور، خلونا نروح الزواج هذا يا أخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل كرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يا خلونا نروح وندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك. والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابه عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجهكم ما قصرتم. تفضل تفضل حياك. وهذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون. انت قول لك لا ترتبك ولا تربكنا معاك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بوجهك شايف لك طاوه؟ بص بص بص، شوف في مجموعه جايه من هناك، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا مبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانية، إن كانها كثيرة تستاهلونها، وإن كانها قليلة تكملها المحبة والخوة اللي بيننا. سلامتكم وهذه العانية. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا ما قصرتوا، حياكم الله. تفضلوا. أبوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. أنا أقول يا عامر الانسحاب طيب، أنا بديت أرتبك. والله والله من كنسل ماكل حاشي يعني ماكل حاشي. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيقي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه، وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم انت تعبان
وبحاجة الراحة. بالإذن يا عم. ما عليك يا أبوي، كلمهم وقدم اعتذارك. يا عيالي أنتم مبطين أنا، ولكم سنين ما شفتوه. أبداً أبداً، ما حنا بتاركينك. وإذا على أبو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. ولا نشك نشك نشك. يا الربع يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انها ما يقدر يجي، جيت واعكة صحية ورقدوه في المستشفى. ادعوا له بالشفاء. نشنش. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كل نشنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بالريش، ما على هلا تنوشي. يا الربع الشيخ عويج اتصل ويعتذر، يقول انها خير يا شباب. سم لكم نص ساعة واقف في المواقف، وش علمكم؟ حن عيال الشيخ عويج وجايين مبارك بالنيابة عن الوالد. يا مرحبا يا مرحبا، ببلغ عمي أبو محسن واجيكم، خلكم هنا. يا كذاب، بس والله زبطت المزابيب، شكله فيها حاش الليلة. أنتم اهجدوا ها، خلكم معي. يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي لفونا عزيزين. يا عم أبو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابة عن أبوهم. يا هلا ومرحبا. يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا يلا خلنا نستقبلهم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حن عيال الشيخ عويج جايين مبارك ونشارك، ومعاناتكم 200,000 ريال من الوالد. الوالد طالبني احولها عليكم، تصلكم بكره او بعد بكره على حسب الدوامات، وان كانها كثيره فانتم تستاهلونها، وان كانها قليله فالغلى يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وانتم ابوكم وعلمكم غانم. ابرك يا ساعي الربع، الله يحييكم. وقلطوا وقلطوا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا، انت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد، خبرك من اول دب وعليك شنبات هاي الخبر. سويت تكميم وخف وزني ونحت الشنب، هذول اخواني طال عمرك. ما شاء الله، وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي اخواني من ابوي، يعني ابوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. اقول لك هذا سالم. الله الله، انا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفح على الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون، لو تشوف بناته ذهب، ذهب انتاجه. اسمع، انا ودي امسك الرجال وهرجه، فرصة النجاة، عندي نياق زينة مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نودي البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بنتاج، نبيع بناته بكرة على ملايين. والله حتى انا وانا اخوك والله كان ودي اهرجه في موضوع مبطي. وانت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. ايه اعرفه اعرفه. الله يرحم حاله، عليه ايقاف خدمات وعليه ديون وحاله رديه. لا حول. ومتسلف من ولد الشيخ 70,000. 70,000 من سالم؟ الله الله، ودنا ان كان قدر ينزل منها، ولا عاد شكوى لله. لا والله الله هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه اجر ان شاء الله. اقلطوا اقلطوا، الله يحييكم. اقلطوا اقلطوا، حياكم الله. يلا يا سالم انت واخوانك، اقلطوا حياكم الله.
والليلة سنبلة قاية كم مكانك هذا من فين أبدأ أكله من شواكله ولا من كراعينه ولا من فين أبدأ يا رب سلامات وراك أنت قلبت أركد أركد ها يلا أطفح وجنك بضبطت كل ما ضبطت ضبطتني يا عيال ذا يبغانا ناكل منه ثلاثة أيام ما يخلص وهذا الحاشي كامل فين الكلاوي جو 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 اجلس لا تفضحوا نجلسوا أقف قاعد قدام دفاية أنت اجلس اجلس والله ما برك منها يوم حضروا عيال الشيخ عويج سالم وإخوانه عقب اعتذر والدكم مريض الله يشفيه إن شاء الله الله يشفي الشيخ الله والنعم فيهم والله بركة ساعات الله يحييك الله يحييك وتستاهلون من يقطع لكم الحاشي بالسيف دقيقة دقيقة يا شبان أديني السيف أديني أديني السيف أنا بقطع الحاجي بطريقتي ناكل نصه والنص الثاني نشيله معه خد مكة خد مكة فيه هناك فقراء المحتاجين فهمت كيف؟ نأكل البائس الفقير أنا عارف زكريا وأصحابي الزملاء في مكة لأني راجع كدان عرفت كيف؟ أنت كل مالك صلاح كل كله والباقي أنا أتصرف تمو 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 سالم ها من سالم أنت سالم يا ابن حلال اي صح صح أنا سالم طال عمرك نبيك في هرجة راسنا والحي الغانم هذا أنا هي أنت يا ابن حلال خير إن شاء الله خير إن شاء الله لمنك جيت معنا برا علمناك طب عادي أخذ معي إخواني لا لا لا, 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 لا. شحتوني ابن الحلال حنا نبي راسك أنت ما لنا لزوم في غيرك الحقنا برا عجل الله يعافيك لا تأخر علينا طيب طيب أبشر أبشر بجي إذا تأخرت عليكم تبقوا على الشرطة أوكي سالم وأنا أبوك سالم يبا جيب جوالك وشغل على السناب خلنا بنشوف حفلة النشانيش والله نودي دي رحت لهم أبشر بي الغالي لكن لعل الجوال شبكته في الشاحن يشحن فضت بطاريته أول ما يشتغل أفتح لك السنابات وشوف وانبسط واستأنس العلم سلامتك طال عمرك ذكرنا عندكم بعير طيب فحل اسمه ثرسان وانتاجه طيب أسلم وش اللي بخاطرك اللي بخاطري طال عمرك طمعانين فيكم طال عمرك أنا شاري لي نياق وبيكم تسمحوا لي أجيب نياقي وحطها في شبك عند البعير ذرسان لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني منه بنتاج زين وبيع ولا تجيبها ولا شيء البعير ذرسان جاك هدية ما وراها جزية تستاهل ذرسان هدية شد بالله أنك ولد شيخ يعطي البل أنا والله لي منحرج لكن والله لا تحلف كلمتي ما غيرها البعير جاك يا رجل ولد شيخ هذا طال عمرك ابوه يعطي البل والله نعم والله نعم طال عمرك انا بعد تكفى تكفى طلبتك ولا تردني ابد ابد قل وش تبي طال عمرك تخبر ولد عمي ناصر الضعيف عليه ايقاف خدمات وحاله يرثى لها وذاك الحين متسلف منك 70,000 ودنا الجماله تكفى ابد مسموح ولا ابي منكم شيء وان كانكم تبون زود ابشر بعزكم بس الدعوه تحويل تصلكم بكرة أو بعد بكرة يا رجل الرجال هذا شو نسوي به الرجال هذا طيب وغمرنا بطيبه أبيض وجه شبيض أبيض وجه ولد الشيخ أبوه يعطي البل شد بالله عنك أبيض وجه كافو غمرت رب معرفك غمرت رب معرفك بيض الله وجهك بيض الله وجهك أنا مشهور ضيفني عندك في سناب عشان أضيفك وتنشر لي وانشر لك يصير خير شكرا فضحنا ديري بد ديري بد ديري بد دربد 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 يا الربع يا الربع استاذنكم بس في كلمة من لا يشكر الناس لا يشكر الله الرجال هذا أشهد بالله إنه معرب الخوال ومعرب الجدين وهو صادق أنا ترى معرب الخوال ومعرب الجدين يا الربع هذا سالم ولد الشيخ عويج طال عمرك اللي يعطي البل مسكناه أول وقلنا له تكفى يا سالم البعير ذرسان عندكم بعير طيب وأنا شاري لي نياق والحين بجيب نياقي عندك نبي البعير قال له وش هو اللي تجيب النياق الله اخذ البعير كله وده لنياقك بيض الله وجهه عز الله انه كفو طب شويش بس صوتك عالي ابشر يوم جيته يا الربع قلت له ولد عمي مديون لك ب70,000 هو اللي يطرحها كلها ما
بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. وحدة وحدة وحدة. يا مرحبا باللي حضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حضر، يا مرحبا باللي لفى. خلوها شرفونا يا هلا يا مرحبا، وعيد شرفونا يا هلا يا مرحبا، وعيد شرفونا يا هلا يا مرحبا. نقول نستغل الفرصة ما دام مشغولين بالمحاور منحاش. مهبول انت، اقسم بالله جوهم البطل، انا بروح اتحداهم الحين. يلا يا شباب، انا لميت الحاج الباقي في السياره، ناكل الين ما نتعب، يلا شردنا. اقول اشرد لحالك، انا بمشي. تعال وين رايح؟ بروح اطلب قسط. يا فقي اقول لك خليني امشي احسن. اقول امشوا معي رخوم بس. خلوها. انا عامر. اي صح. انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. انا سالم، انا القادح، جيت الملعب اتحداكم. حن عيال الشيخ عويد جايين نبارك ونشارك ومعاناتكم في زواجكم 200,000 ريال. وجيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب شت الكورة جبت الجول في مرماكم. جيت الملعب شت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. ابو سالم وش جابك؟ وش جابني؟ هالرجال ذا سلوب، لا عارفه ولا يعرفني ولا هم عيالي. اجلدوهم اجلدوهم، امسكوهم اجلدوهم. انا عامر، انا القادح، وجيت الملعب اتحداكم. خلوها. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كتر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة، هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة، هم فرسان. Oh!
ابو خالي. هلا هلا. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حيو. زارتنا البركة. الله يبارك فيك. وانا اقول ما شاء الله البيت منور، اترك عندنا. الله يسلمك، شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. الا وينك انت؟ اجي ولا اشوفك. موجود يا خال، متى جيت؟ وين موجود؟ الاسبوع اللي طاف جيت هنا وتعشيت انا وامك واخوانك ولا شفتك. يمكن كنت في الاستراحة مع العيال. احنا مو الاستراحة ذي، انت ما تملون من الاستراحة؟ وش نسوي يا خال؟ الاستراحة ضفتنا من الشوارع والمشاكل. شو تسوون؟ طيب اكشتوا سافروا. الكشتة وكشتنا، ما في مكان إلا ورحنا له. الدرعية، المزحمية، الخرارة، الثمامة، روضة خريم، روضة سعد، وش تبي بس؟ الزبدة يا خال، حنا ودنا نسافر لكن الوضع طفرة، يعني إذا تقدر تدعمنا. أها، إلا عندي لك فكرة أحسن من السفر. ليه ما تروحون مزرعتي وتنبسطون وتشوون وتسبحون؟ الله يا الدنيا، المزرعة ذي أذكرها من ثالث ابتدائي، ما زالت موجودة؟ اي موجودة، وهذا المفتاح حقه، وبالمرة في هناك شنطة أبغاك تجيبها معك. أبشر يا خالي، شكرا، الله لا يحرمنا منك. آمين آمين. أبو جوكم البيض يا شيخ. وش تبين أسوي؟ وش تسوي؟ جدولتكم يا عيال. ايه، اذا الجدولة فيها قطة طفران فري، وفي مزرعة خالي يجي. طيب وش ناخذ معانا؟ ما يحتاج ناخذ اي شيء، المزرعة فيها كل حاجة، واذا احتاجنا شيء نروح نجيبه من البقالة ونجي. وين الموقع يا عيال؟ ما ادري، اللوكيشن كل شوي يعطيني اتجاه، لكن على ما اتذكر الشارع الجاي يمين يا كفتة. فهمت. يلا. هلا والله بالمزرعة البطلة يا عيال، هذه مزرعة خالي. ها شو رايكم فيها؟ والله المزرعة كيف كبيرة. ايه قل ما شاء الله، لا تنحت مزرعة خالي. ما شاء الله. عاد غريبة عامر، ما قد وديتنا ذا المزرعة. تعرف هذه استراحة عوائل وفيها خصوصية، يطلع هو هلا وكذا، فأنا أنحرج، بس هو طلبني وقال رح أنت أخوياك. وقف وقف يا كفتة، تعال تعال تعال، شوف شغلك. قدام يسار يا كفتة. هلا والله بالعيال، اتحداك تطلع البطلة، ما نبي نفسيات، اوكي؟ استمتعوا فلوها. طيب نبغى نشوف مباراة النصر. سلامات، كورة كورة كورة، بلاي ستيشن، جو مكرر ما نبي. امشوا امشوا يا عيال، شوفوا هذه غرفتكم، كلكم بتنامون هنا. انا ما ابغى انام لا مع ياسر ولا شكوش. سلامات. وليه؟ يعني تقنعني انت وجهك ما تنام في بيتكم لحالك؟ لا انا مع اخواني موسى وابراهيم ويحيى بس. اسمع يا كفته، هياط وفلسفه ما ابي، تنام معهم بالغرفه هنا ولا بتدز بالحوش بالبرد؟ صفك منه، انت وين حتنام؟ اكيد بغرفه خالي، بس اسمع، غرفه خالي فيها اغراضه وخصوصيه، ما ينفع احد يجي معي، اوكي؟ لا والله. تبين انام في السر ذي؟ اسمع، يا تدبر لي سرير الحالي ولا بمشي لبيتنا. لا 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 لا، ما يحتاج تمشي، خلاص لك غرفة ولحالك ومحترمة. يلا قدامي غرفة الشغالة. امش لا تناظرني. هلا والله بالغرفة البطلة، يا سلام انواع الفلة وحمام بعد، يا سلام سرير نفرين، اتحداك يا عموري. حيل انواع الفلة، الأمة هنا بالحالي يجي أحلى نوم الحين، والعيال قلهم هناك. يصح الشنطة. هلا بالمغبر. ياسر وش السالفة؟ أي سالفة؟ شكوش وش عنده فاصل على كفتة؟ وش فصلوا يا ابن الحلال؟ ما حد فصل ولا شيء.
تستهبل انت؟ ما تسمعهم يتهاوشون من اليوم؟ يا ابن الحلال لا تهاوشوا ولا شيء، يتوهم لك. لا انت شكلك راقد، اقول ريح ريح بس، انا بروح اشوف سالفتهم، اوكي؟ اوكي. ارقد. سكر الباب. العوب يا راشد. هاي تحدات صد هذه. اوه جيبه جيبه. هي سلامات، وراك فاصل على كفتة. فصلت على كفتة؟ هي لا يكون تبلاني ما سويت له شيء. تستهبل انت وجهك، توني سامعك تتهاوش انت وياه. اهدى من كذا وتعال نلعب كورة انا وانت وراشد. راشد؟ من راشد ذا؟ ولد حارس المزرعة يا راشد. ايه خالي يقول المزرعة فاضية ما في احد. يا ابوي قبل دقيقة قاعدين نلعب هنا والكورة تسطحت راح يجيبها. من جدك انت؟ ايوه. من وين راحت الكورة؟ من هنا. همش همش همش. راشد يا راشد. ها مو بهذه الكورة؟ ها وين راشد الحين؟ يا ابوي ايش الهرجة؟ ايش الدم ذا؟ الموضوع شكله كبير لك ولد الخطب. اهدى اهدى وش فيك انت؟ شكلك ما نمت زين. الكورة ذي قديمة واضح من الدم. يا ابوي لازم بلغ الشرطة وخالك يعرف الموضوع. اقول شكش لا تخرب علينا الطلعة، اوكي؟ خلى الكورة هنا وامشي يلا. بروح ادق على الشرطة. راح ادق على الشرطة. لا يكون يسويها ذا بس. هذه سيارته يطقطق علينا؟ ما عليك منه اسحب عليه بس امشي. بتدق على من انت؟ بدق على الشرطه يا حبيبي. دق على كفته شوف وينه. يا ابوي موضوع الولد اللي انخطف. سلامات انت الى الان موسوس الى بكره كمان. يا ابوي دخلنا بمصيبه. يا حبيبي اركد، احنا طالعين نستانس ما احنا طالعين ننفس على بعض. هذا مقلب وهذا موسوس. اهدى يا اخي اهدى، ما لها داعي الحركات دي. هذا اللي يطلع مع مبزره. ياسر ياسر ياسر، ترى نخش في مصيبة كبيرة. الشنطة الشنطة. يهو تعبان يا عيال تعبان. الشنطة. كنت ألعب مع ولد حارس المزرعة اسمه راشد، كل لعب فجأة الكرة تسطحت. الشنطة يا عيال. راح يجيبها الولد اختفى ولقينا الكرة مفقوعة وعليها دم. انت معايا ولا ايه؟ تعبان يا عيال. ايه سلامات، من اللي ماخذ الشنطة اللي بالغرفة؟ شنطة؟ انت جايب لي شنطة؟ تستهبل انت؟ الشنطة هذه خالي قال تجيبها المزرعة وتجي. يا عيال بلا مقالب. يا عيال تعبان. انت ايش فيك انت؟ يا ابوي خليه مو وقته. زارفها يا ورع. مسوي تعبان علشان تزرف الشنطة؟ هذه ما هي بحركات رجال. افا بس يا ياسر افا. يا عيال تعبان تكفون. وربي ما لك داعي خوينا تعبان تسوي معاه كذا. لا يا شيخ تعبان وهو زارف الشنطة. مين قالك انه زرفها؟ ما شفته حاطه تحت راسه. صحة خوينا اهم. وكيف الحين؟ كويس. اقول له نروح مستشفى ما يبغى. خلى بكيفه. الله يعطيك العافيه يا خاله، ما قصرتي تعبناك معنا. تعبك راحه يا ولدي. بس عندي سؤال، عامر ليش يقول ما في الا احنا في المزرعه؟ عامر الله يهديه، ابيك توصل له بس رساله واحده. وش يا خاله؟ قل له
يترك الشنطة اللي معاه، ولا ترى أبو راشد ما راح يخليكم تطلعون بخير؟ هذا مو بصوت كفتة إلا والله صوت كفتة. ما قال مشيت إلا كفتة كفتة والله كفتة. كفتة يا كفتة. تبغى تنقذ خويك اعمل بالأسباب واكسر الباب. بسرعة. من اللي سوى بك كذا يا كفتة؟ أبو راشد وزوجته خطفوني وجابوني هنا وربطوني. إيش سويت لهم؟ ما سويت لهم شيء. طب ليش خطفوك؟ شوف الرسالة يا عامر. تتوقع مين اللي كتب هذه الرسالة؟ أكيد شخص له علاقة بالشنطة. يا أمي يا أمي يا أبوي أترك الشنطة دي امتحنتنا. والله ما اتركها، خالي قال لا تجي الا معك الشنطة. ارجوك يا عامر اترك الشنطة خلينا نروح البيت. لا يا شيخ الحين ارجوك، صرت تعرف تتكلم وانت بالاستراحة ما تعرف تقول كلمتين، والله ما اروح لين ما اخذها. يا عيال البومة تعرض؟ ايوه. تجمعي عادي؟ لا. يا عيال عامر شكش كفتة وين ذولي راحوا؟ يا عيال يا عامر يا شكش يا كفتة في عشاء وليش السالفة؟ جوعان. هذه شنطة خالي تكفين أبا أخذها واستر مواجهتي. ها اتفقنا يا عيال؟ عيونها تخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كلمة ولا كلمة. باخذ الشنطة وامشي. اوكي بومة يا بومة تكفين خالي قال لي لازم ترجع الشنطة. شنطة خالي دي ما تفهمين انتي؟ شنطة خالي. امشي ياسر امشي 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 بسرعة. عامر تكفى اترك الشنطة هذه. ما بقول انت خالي يقول لا تجي لمعك الشنطة. يا عبيد فكنا من الشنطة دي هي سبب المشاكل. يا عيال خالي ما يعطيني المزرعة بعد كذا. هو وصاني قال رجع الشنطة معك. يا امي ابغى اروح بيت انا. يا عيال وش فيكم قلبتوا مبزرة؟ خلكم رجال خلاص دزيناها. اسمع يا كفتة شغل السيارة وانتم افتحوا الباب وانا معكم. يلا امشي. يلا عيال هذه وش؟ بومة بومة ما عليك خويتي. استري مواجهتي اوكي؟ احنا بننحاش لا تقولي لنا ابو راشد. شفت كويسة. يلا دزها يا كفتة.
عامر تكفى، فك المشرة معك المشرة تكفى. خالي نكبني يمه، اعطاني مفتاح مزرعته قبل امس، ويوم رحت انا والعيال بغى يجيب فينا العيد. بسم الله عليك، ما انت بصاحي؟ خالك صار له اسبوعين خارج المملكه، ومن شوي متصل علي يقول انه بيرجع بعد يومين. الله يرجعه بالسلامه والله يشفيك. اجل من اللي اعطاني المفتاح؟ عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. وش اطبخ غدا اليوم؟ يما لا تطبخين، اعرف مطعم لذيذ مره، جربناه مستقاتي. خلص اطلبي منه على ذوقك. تمام. بطلب مقلوبه طيب؟ اي اطلبي حبتين. تمام. ارسلها مع الواتساب الحين. انا والله بالام البطله، وش غدانا اليوم؟ جل مشفوح مهم الا بطنه. اقول اسكت انت. اختك طلبت لنا غدا من المطعم، ونبيك انت تروح تجيبه. ابشر يما. تم ارسلت الطلب وبرسل لك اللوكيشن على واتساب. اسم المطعم هم هم يا حلو. شو اسمه؟ هم هم يا حلو. هذا مطعم ولا اسم اغنيه؟ يا اخي وين مديره المطعم؟ وين المديره يا اخي؟ الاكل بارد ما عاد ابيه يا اخي. بارد ولا حار هذا مو شغلي. أرسلت لكم الأكل هذا من على النار مع سواقكم. يا أخي أنا رجال ما عاد أبي الأكل، أبي فلوسي. الله يرحم لي والدك، جيبي فلوسي. يا حبيبي سلامات. لا. يا أبو وش فيك معصب؟ يا أخي أنت مدير المطعم؟ لا أنا زبون. يا أخي وش دخلك يا أخي؟ خليك على جنب، وأنت رجعيني فلوسي. إيه سلامات، لا ترفع صوتك على حرمة، لو زوجها وولدها عندها كان ما رفعته. وأنت وش لقفك؟ أنا ما تلقفت، لكن انت اسلوبك مو بحلو على حرمه كبيره كبر امك. يا اخي است على وجهك، شوف الوقار، شوف الشيب، انت طاقيتك ذي المخيسه. يا واد لا تسوي لي جعرمه. يا واد ارسلت الاكل حار، شوف سواقكم هو اللي تاخر. بشهاده زبايني كلهم عمري ما اطلع الاكل بارد. خلي الاكل عندك، ونويت صدقه لوجه الله. صدقه العمال اولى بيها، وصدقه عنك انت. كفو يا خاله. خالة خلخلت عظمك. أتحداك المقلوب البطلة، والله كايفة. كان على هونك يا تقص. أغرف في صحنك. طيب أغرفي لي يمه. يلا. بس والله أكل أمي أحسن من أكلهم. أكيد أكل أمي أزين، بس والله مرة لذيذة. هذا ما يمنع يمه أن تروحين عند الحرمة وتأخذين منها طريقة الطبخة، بحيث انه يصير اكلك احسن من اول. كل وانت ساكت. في منتصف الجبهة. هوب لعب هنا. والله ما تروح هنا تاكل خشب. والسادس هذا. والسادس يا سلام عليه. احلى ياسر. يا شيخ سري لك. شوف اليد مكبوب على عصير. قم اللي بعده.
انا بلعب معك. بس سلامات، وش فيك؟ لاعب مع كلب؟ ايش عرفك بالماركات انت وطاقياتك؟ اقعد. اما عاد هذه موضه الحين؟ ام حق موضه. بلعب معك بس من تحدي، اوكي؟ وشو؟ الحكم الاول تاكل بيضتين، الحكم الثاني تحلق موس، الحكم الثالث تكمل شق فنيلتك ذي، اوكي؟ شيروا البث يا عيال. وين داخل بث تيك توك انت وجهك؟ اي والله صادق. اجل من عشاء. تم، واضح انك انت اللي بتجيب العشاء، جهز دراهمك يا بطل. اقول بس لا تهايط. سلوقي ولا دبرمان؟ وشو؟ الكلب اللي عضك. ستارت ستارت اضبط يلا. طيب ابشر. تقدروا تروحوا تاخذوا البريك حقكم وترجعوا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، ايش بك يا ام رامي؟ انا اول مره اشوفك بالطريقه هذه سرحانه، رايحه جايه بتفكيرك، ايش بك؟ صدقي بالله. لا اله الا الله. تعالي تعالي اجلسي. انا بقول سبحان الله، يخلق من الشبه 40. فاكر يا بنت قبل شوية هو ساعة ما جاء ذاك الرجال اللي قاعد يزعق وخذوا الأكل والأكل بارد وما عارفة إيش، وكان جنبه واحد شاب بيدافع ويتكلم ويقول لا وما عارفة إيه عننا، فاكرة؟ فاكرته. هي هي دي جوزي كرومي الله يرحمه، الخالق الناطق، نفس الطخة نفس الشكل، بس إيه بس إنما هداك. أوريك أوريك أوريك، يمكن أنت تحكمي أكثر. شوفي شوفي يا حبيبتي، هذا كروم سبحان الله فوله وانقسمت نصين. لا بس هداك ما عنده شنب، أمرد وحليوة. العب هاجم يديك مين؟ كسر له راسه يا عامر. القم هذا الرابع الهطف. لا عمر، قم ثاني قم ثاني. لا احنا متفقين جوله واحده بس. ما هو بتيك توك ذا. اي صح صح يا اخي، ما ادري ايش فينا، انا مركز بثوث. طب اسمع، اعطني 100 ريال بروح اجيب لكم عشاء. سلامات، ليش 100 ريال؟ بجيب لك اربع شاورما ب 20 ريال وانتهينا. لا يا شيخ، وش نظام القعاطه ذي؟ اعطني 100 بجيب لكم مقلوبه على كيف كيفك، كايفه. اوف مقلوبه، من زمان ما اكلت مقلوبه. اعطيني فلوس بسرعه بسرعه، خليني اجيب العشاء. طلع فلوسك يا مهزوم. اخلص. أبي حبتين مقلوبة. كروم كروم تنادي انت 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 لا 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 انت تعال انا تعال. شكله الاكل عجبك حقنا. اي والله اكلكم كايف. انا اسمي عامر يا خاله. خلط عظمك ان شاء الله. انا اسمي دنيا. امرني امرني حبيبي ايش تبغى؟ ابي حبتين مقلوبه بس. عيوني لك. سلامات، هذا طلبي. يا واد يا واد، هذا الطلب طلبه بالتلفون بس. خلاص عندك سنة؟ ايه عندي. ليش تبيني اسوي لك اعلان؟ ترى ما عندي متابعين. لا ما نبغى اعلان ولا شيء، بس عشان يصير في تواصل بيننا، واي طلب على طول عبي لك اللي تبغاه. طلبي وينه؟ اخلص علينا يا اخي. الله يرجك رجيتني. انت كم دفعت؟ 80. يا اخي خذ هذه 100 ريال وانقلع، لا اشوف خلقتك ولا عاد اجي هنا. روح الله يرجك، هذه ايده. عندك سناب؟ والله شكرا يا عامر، مقلوبة زي اللهب. لو نيدانك بتجيب زي ذا المقلوبة خليتك تهزمني من زمان. بس ايش اسم المطعم هذا؟ اسمه هم هم يا حلو. انا عارف اني انا حلو، بس ايش اسم المطعم؟ درج انت، اسم المطعم هم هم يا حلو. يجنن، معصوب وشكشوكة
والفول ذاك المبخر والمطبق واللقيمات. تعال يا حبيبي والفطور على حسابي. خلاص بكره بجي وبجيب العيال معي كلنا نفطر عندس. ايش شكله هذا؟ هذا مجنون ولا اهبل؟ كيف افهمه؟ غبي. اسمع، لا ابغى خويانك ولا ابغى اخوانك ولا احد ما يجي معاك، ابغاك بطولك، واذا ما جيت مالك فطور عندي، فاهم ولا لا؟ طيب خلاص خلاص ابجي لحالي، بس اهم شيء ابجرب الفول المبخر ذا والمعصوب، ولا تنسين الشكشوكه، ترى انا احب الشكشوكه بس بدون طماط علشان الحرقان. يا اهلا وسهلا. هلا والله وسهلا. يا ألف ومية مرحبا، يا مرحبا، دوب ما نور المطعم. سكت الباب. إيه وأنا قلت لها. أسكت بس أنت تعال. تعال أبغاك. أجلس. أم عاد، الأكل ذا كله لي أنا. وتستاهل أكثر لو قدرت أسوي لك. الحمد لله إنك ما جبت أحد معاك، لأنه في موضوع بيني وبينك أبغى أقول لك عليه يا كرومي. ترى طايرة بالعجة، من أمس كرومي كرومي كرومي، أنا ماني بكرومي، أنا عامر علي. اوكي واذا ما انت مصدقه الحين اوريك توكلنا. ها شوفي عامر علي ومطعم ثلاث تطعيمات. لا راح تفكيرك للغلط. انا اقول لك انا من 20 سنه وانا عايشه وحدانيه. من يوم ما توفى كرومي الله يرحمه زوجي عشت لعيالي وعشت الخير هذا اللي انت شايفه. عندي سلسله مطاعم في المملكه زي ما انت شايفها، بشتغل واشقى. عمري ما فكرت اني اتاهل او اتزوج او يكون معايا انسان، لكن من يوم ما شفتك تشبه كرومي، فيك شبه كبير منه، عشان كده انا محتاجتك. ما في مويه يا واد؟ بالحلال. اي بس انا طفران وفطوري وغداي وعشاي كله تحديات. يا واد طفران بلا طفران، انت لما حتتجوزني حتملك قصر وأعطيك أفخم سيارة، وحتى كمان أعطيك 5000 ريال في الشهر راتب، وألففك العالم اللي ما كنت تحلم بيها. ها إيش قلت؟ والمقابل وشو؟ الزواج يا تنك، قصدي يا كرومي. يا عيال عرضت علي الزواج وأنا إلى الآن ما مصدق الموضوع، ما دخل مخي. كم عمرها تقريبا؟ كبيرة. كم؟ 40؟ 40 برا، يبغالي 400. يا عمي ما يهمك العمر دامك تقول شبعانة وعندها سلسلة مطاعم بتناغنغك، توكل على الله. وانا عمي تزوج مديرة مدرسة وتسدد الفواتير واشترت له بيت، والحين بيتزوج الوكيلة. يا ابن الحلال ترى الكبيرة تكون انضج وافهم من الصغيرة، بتختصر عليك امور كثيرة في الحياة. خذها متع عمرك بدراهمها لين ربك يفرجها. اذا ما تبغى تتزوجها انا بتزوجها. كل تراب واحترم نفسك، مالك شغل محارمنا تفهم؟ ابشركم قررت اتزوج. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عامر هذا أحلى خبر سمعته بحياتي. ناطرين بالعجة من هي بنته. ها؟ ساقها القدر، أقصد من جماعة شكش، بس بنت عز وعندها خير. ما دامت بنت عز وعندها خير أكيد بيجلدوننا بالمهر. لا 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 يبا، هو بجلديننا بالمهر، أنا مضبط الأمور والبنت مرة مرتاحت لي، وهي قالت لي بنفسها أنا مشتري رجال. يا أبو عامر وش لك بالأسئلة السلبية؟ خلنا نفرح بالولد دام إنه عزم يتزوج. شايفين نوف؟ شكل بيت عز. وش ذي الطيحة اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يما وراك ماسك الورد كذا، حطي. ما شاء الله وش ذا الزين. انت عروستنا لنيا؟ انا رحاب، العروسه شويه وبتنزل. حي الله من جانا. الله يحييك اكثر. هذا ولدنا عامر، والحمد لله محافظ على الصلاه، ومن حقكم تسال عنه. ما يحتاج نسال عنه، الوالده مقفله باب النقاش عن العم عامر نهائيا. العم عامر كتروا الخطاب،
كتير عالباب مرضيش ابويا يا الف ومية مرحبا في بيتنا ام عامر واخته يا مرحبا امبو يا هلا يا هلا يا مسهلا تفضلوا بيتكم وحلكم الله يحييك ويبقيك الا وين دنيا شكلها مستحيه تنزل وي 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 ايش بنا دوبنا كنا طيبين ايش بكم حبيبتي العروسه قدامك بشحمها ولحمها وشو انت دنيا انا دنيا شكلها عامر ملخبط بالاسم جينا دحين الكلام اللي ما يعجب ما يصير ما يصير عامر قاصدني انا دنيته سعيدهم يا ناس يعني انت العروسه اللي جايين نخطبها لولدنا تفاجات وين كتمت البول المدمس وانا يا حبيبتي وشو يعني الحين احنا جايين نخطبك انت الولدنا انت اكبر من امي مشينا وين هالخبل مشينا يجيبك الصاج يا كروبو الحين جاي يسحبنا على ملا وجيهنا عشان نخطبك ورا كبر امك هاو وش اللي كبر امه انا وحدة من بناتها ترى انتم اللي دلتوني عليها حنا ايه انتم وشلون نسيتوا المقلوبة مطعم همهم يا حلو دنيا هي صاحبة المطعم قلنا لك جيب المقلوبة مو باللي سوتها وليدي مشفوح ابطيني واعرفه زين اعجبها طبخه حطها براسه اروح افتح الباب اصرف لي السلام عليكم وعليكم اوف 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 وش هذا كله السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت فين الوالد والوالده موجودين تفضلي تفضلي يلا حيها يلا حيها يلا حيها صديق جيب كله ها كله جوا تفضلي تفضلي يا هلا ومسهلا نور البيت تفضلي تفضلي مساء الخير استاذه دنيا رسلتني ليكم وتقول لكم هذا عشاكم انكم روحتوا بدون ما تتعشون قولي لها لحظة بس يا أبو عامر ساعدني لو سمحت أسمع أنت بالذات يا أبو عامر لك حاجة خاصة مفتاح سيارة جديدة لك من بنتك دنيا وحتى لو أنكم جبتوا له سيارة جديدة ما وهذا طقم ألماس لك يا أم عامر ألماس كامل الله يصلحها الله يوفقها الله يعطيها ويرزقها يما بلاش حادة وانا انت لك دنيا بكبرى وانا انت لسال عشب كبرى هاي ابو عامر وش رايك حنقول اسمعي عامر الزواج يسمع نصيب وتزوج وخلى سكيتي لا من شاف ولا مدري مواسم الفرح اتحداك القصر البطل ابوك الفله حطينا هزيج وشوك البرشومي ياكلك حبه ياكلك يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل يا ابو تلاتة برشومي في خشمك انت التاني انت في ملعب كوره انت في قصرك الف مبروك يا عريس اشرب الف مبروك حاطين عطر انتم لا هذه موية مبخرة لازم نسقيها للعريس أبو جوكم تحطون البخور داخل الموية ألف مبروك ألف مبروك الله يبارك فيك من ذي؟ بنتي رحاب بنتس؟ إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكننا استعجلنا يا ولد ألف مبروك يا عمو عمو؟ انا عمه وخاله يا شيخ تعال هنا امسك منه المغراف دقيقه يلا 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 بلا فضايح امشي يلا عكسني عكسني لا ابهر لا يتور علي عكس عكس يلا عكس امشي انا مالك
يلا همشي. حبه 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 وياكلك حبه حبه. امشي. اصبر 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 اصبر. اتحداك لك البطل. وش ده ما شاء الله تبارك الله. اوف 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 سمك. انا ما اكل ابو خالي حمام. وش ده؟ في رز وفي جمبري سمبوسه. هذا جمبري صحه وعافيه بحين ما يسري امرك. سامع سامع محمد عبد ايش بيقول؟ تصدق بالله أنا أكبر من محمد عبده بسنتين بالضبط. أكبر من محمد عبده بسنتين؟ بس حشا ديناصور ذي. يا واد يا واد العمر في القلب ما هو في الأيام ولا في السنين. إيش بك أنت؟ سلام يا أمي. أنا باقي على رحلتي ساعتين توصيني شيء؟ يا حبيبي طريق السلامة روح خد راحتك سافر يا قلبي. سلامات وين مسافر؟ رايح شرم الشيخ مع أصحابي. أخليكم تقعد مع بعض اليومين هذه يعني. أقول رجع شنطتك وهجد ما في السفر. يا سلام على كيفك هو. أنا بالنسبة لك مين؟ تراك زوج أمي. يعني عمك. عمك يا واد. أصحى يا حبيبي أصحى. شايفني كنبة في البيت؟ أقول لك أصحى أنت وروق. لا ترفع صوتك علي. تفهم ولا ما تفهم؟ يلا انقلع غرفتك ما في سفر. انقلع. مشكورة يا أمي. أنا طالع ومخلي لكم البيت. مشكورة يا أمي. أقول دزها بس صاحب غرفتك دزها. راجل راجل يا عمورة. داري إني راجل بس ولد هذا ما ربيته زين بيقعد يتعبني كذا ما ينفع ترى. تنصح ليه ولا يهمك. تعال يا حبيبي لا توتر نفسك. تعال كمل أكلك. تعال أبوك الفلة كفوف وأكل وفلة وهواش. يا سلام أغرف لك كبسة. ما عنده سؤال ثاني بلا بشكله. هذا أنا. لا يا حبيبي هذا كرومي الله يرحمه. لكن هذا أنت. وش أسوي فيها هذه؟ تعلقها جنبه. وهذولي منهم؟ دول أزواجي. كل هذول أزواجك؟ اي والله يرحمهم كلهم ماتوا. يلا يا حبيبي لا تقعد تطالع فيهم. قم قوامين الله يرضى عليك. خش غير ملابسك عشان مازن اتصل علي قال يبغاني ضروري انا وانت. من مازن؟ انا جيتكم عشان اتقدم لرحاب اكمل نص ديني. سلامات يا ابوي. سلامات. اشوفك تكلم دنيا ما كان في رجال قدامك هنا. ليه الكوارث دي كلها؟ عمتي دنيا وابويا متفقين ان انا ورحاب لما كنا صغار هي لي وانا ليها. شغل الافلام المصريه ذا ما يمشي عندي. هي لي وانا ليها. تفهم ولا ما تفهم؟ لا هو صادق. البنت له وهو لها. اقول لا تطرين بالعجه. خلنا نسال عن رجال. هذا زواج مو بلعبه. هذا ولد خالي واحنا متربيين مع بعض وانا اعرفه مره كويس. فانت ليش تبغى تروح تسال وتسوي اشياء مره كثير؟ اسكتي. اسكتي ولا كلمه. اوكي اذا تكلم رجال الحريم يسكتون. انا عمس ومسؤول عنس. اوكي ولا كلمه. وين تشتغل؟ طبيب اسنان. مسوي زحمه والشارع فاضي. بالاخير اسنان اسنان وش تسوي؟ تفك حشوه وتركب حشوه واذا خربتها سويت تقويم. يا عمي ايش بك انت يا خا؟ عن إذنكم. بعد إذنكم أقول سك الباب بس لا يكثر. هذه اسمها قلة ذوق. أنا ما راح أتزوج إلا مازن. أقعد مسوين حبيبة. الزواج هذا ما يتم لو على جثتي. جثتك يا حبيبي إن شاء الله تترمي في الشوارع لكلاب البراري. يا أخي حل عن سما أهلنا. من يوم ما دخلت البيت هذا طولك وقامتك وعلى الله سلامتك. يا النتف يا محتف يا اللي جايين بمقاس مقطوع. حيل عن سما أهلي. من زينس ومن زين شكلس أصلا. أنا ما تزوجت السلة علشان بطني وعلشان المقلوبة. لكن الحين لقيت لي مطعم بالشفا يبيع مقلوبة البطلة. يا أورانجي أتحداك يا البرتقالة. أنت وعمتك هادي جبتولي البلا.
طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا ابن الحلال ايش وديته مع ذا الطريق؟ ذا الطريق مشوار وزيادة 20 دقيقة. لا يا شيخ، الطريق اللي تقول عنه يا الدليلة هذا كله مليان حفر وموية، وأنا توني مغسل الهلي. حسسني معك جي كلاس. ذي بعيني أحسن من الجي خلاص حقتك، هذا الهلي. بعدين أنا ما أخذك عشان تبثرني، أقول استمتع بالرحلة بس. رحلة وآخر شيء تشليح. وش تقول؟ لا لا أقول انتبه، ترى في مطب. ها انتبه شوي شوي على السيارة. حبيبنا عربيتك دي والله منتهيه نهايه ولا بتنفع معانا بريال زاد. اجدع احريق اتصرف معايا. لو سمحت عندك جنوط هلي قديمه بس مكينتها وغيرها على الشرط، بتبيعها قطع وتستفيد منها او اكبسها وتبيعها سكراب او احرقها. تدري لها 20 سنه وهي ناشبت لي في حلقي. تبي العلم خذها لو بالفريال. بالفريال انا شراي. كنسل الجنوط يا زول. صاحي انت ايش تبي من السياره القرنبع؟ يمنع حلال ذا السبعة ما يعرف قيمتها. إذا ما رجعت وكالة ما أكون عامر. ها وش قلت؟ بعت؟ بعت يا ولد على بركة الله. الله يبارك لك. السعي بتاعنا وين؟ السيارة اللي اشتريتها اشتري فيها. اشتريتها سيارة. اشتريتها سيارة. اي هذه هي. بالله يا كفتة بدون مجاملة وش رايك فيها؟ قديمة. ياه. اقول دزها بس الاستراحة مسوي تقيم. هذا تسعاوي يا حبيبي وش عرفك انت؟ هذه السيارة البطلة. مرة مشكورة يا عامر، مرة انبسطت اني شفتك. العفو. هاي وش تبي؟ ضب وجهك. أنا السيارة اللي تكلمك بصراحة ما أدري كيف أشكرك. أنت سويت معي جميل ما راح أنساه طول عمري. أنت أنقذتني واعتنيت فيني وجددتني. مرة شكرا يا عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تخاف، أنا صدق اللي أتكلم. وترى ما وصلت أنت للمرحلة دي إلا لأنك تحب السيارات كثير. وللمعلومية ما حد يسمعني من البشر إلا أنت يا مميز. أنا؟ إيه أنت. جابوا سيارة قديمة. عليك مسكات، إيش جوك بالله؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ها؟ يعطيك خيرها ويكفيك شرها. آمين آمين. مبروك المالك الجديد. الله يبارك فيك حبيبتي. شايف كل السيارات تبارك لي فيك. أبك 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 مبروك مبروك. أبك الزين هذا ويش الجمال هذا اللي يمشي بالشارع ويش. الله إنه لا يضرك والحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا اللي خمت. وش السالفة؟ السالفة إني من كثر فرحتي نشرت الخبر بين السيارات وصاروا يعرفونك وتكلمهم ويكلمونك. تستاهل. مبروك يا عامر مبروك.
الله يبارك فيك. وينك يبا ما اشوفك؟ انا سيارة الوالد، حبيت ابارك لك. الله يرزقك بره. الله يبارك فيك. عامر سم، انا بيك تنبه الوالد له سنة ما غير زيت مكينتي، والبواجي انتهت ولا غيرها. بعدين قل له يريحني من مشاوير الظهاري والشموس، قل له يأخرها لليل. زيت بواجي ابشر بعزك، أقول له بس إنه يغير مشاويره من النهار لليل تبطي والله. عامر وش فيك ما سلمت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كنت توي بتصل لك. آمريني يمه، أبرسل لك أغراض على الواتساب حق البيت وبيك تجيبهم. أبشري. عامر أبيهم الحين إن شاء الله. أبوك يا البلشة، الحين وين أوقف؟ أوقف هنا وروح خلص شغلك وتعال. لا يا شيخة، تبين أوقف غلط وأروح؟ أنا ما داني أحد يسويها فيني، تبين أسويها بالناس؟ خيو عامر، أنا طالع عرفت، وقف مكاني خيو. مشكور خيو. السويدي لين هنا، سبع بقالات كلها عشان عايز كريم برتقال. أم سكريم برتقال، ايش جوه ذا؟ انت راعي لك سنت؟ ايه بس ليش تسأل؟ حصلت سكريم برتقال. ايش تبي انت؟ ابوك البخل، الحين جاي من السويدي ومار سبع بقالات ولا لقيته، ويوم لقيت سكريم برتقال تاخذ واحد؟ ابدزها البقالة بجيب لك كرتون. ولا عاد تهجل بالموتر، اوكي؟ عاد هالموتر ذا كل العالم تعاني من شطفاته. تكفى يا عامر، الركبة اللي بالكفر اليمين تعبانة، وهم غير تركصون يتركصون ذا الدبش ما يحسون باللي أنا فيه. أبشر أبشر بكلمهم. إيشي يا أبو؟ لا بس الموتر يشتكي من البقر، أقصد الهروش اللي معك. لا تسيتمون يا ورع. يا درج، أنا جاي أنصحك، ترى موترك الكفر اللي على اليمين الركبة تعبانة. الركبة وش فيها؟ رباط صليبي. أبو عطيته في الوجه. كيفك؟ أنا علمتك وبس. قايل لك يا وجه الركبة، لكن ما سمعت الكلام. يلا الحين بحلبه أنت وياه. أما عاد حتى السياكل تشتكي. معليش يا صديق، ودي أساعد بس ما في معلوم أوردو. أوف 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 أوف، هلا والله بالأحمر، أتحداك التير بالبطل. هلا بالعيون. عامر
او ماي جاد، مره سعاده اخيرا شفتك، ماني مصدق انك قدامي. ام عاد انت تعرفيني، انت اسمك ترند عندنا بالسيارات ومشهور بحنيتك ولطفك وقلبك الكبير. يوح يا ريت يا ريت انك تاخذني. ابشري بعز ساخذك، بس وين صاحبك؟ في السوبر ماركت، اعرض عليه مليون وصدقني راح يوافق ويبيعني لك وتتحقق امنيتي. اما عاد مليون تبطين والله عظم، قطه الاستراحه ما سددتها، اعطيس مليون اقول دزيها بس. وش عندك تسولف وتضحك معاها ها؟ سلامات، سولفت ايه بس ضحكت، من وين صرفتيه هذي؟ هذا وانت قدامي، اجل من وراي وش تسوي يا زير السيارات؟ يا عامر ما يركد الاولى للثانية، خذ الثانية وطع شعوري. مع الهل يا حبيبي. اجل خذ عليهم الثالثة. مالك دخل انت يا ابو شنب يا متخلف. وانت يا عامر وش قاعد تستنى؟ يلا تعال خلينا نمشي. مع السلامة يا أحمر. بعد تقولها مع السلامة؟ أنا بصراحة يا عم ما لقيت أحسن من عائلتكم، نسب طيب وسمعة طيبة، بصراحة يشرفني أني أخطب يد بنتك المصونة. حياك الله يا وليدي، وش تشتغل؟ أنا يا عم موظف على مرتبة العاشرة وخلصت ماستر الحين، وأفكر أني أطلع أكمل دكتوراه في أمريكا. أي أنت تتل دخان؟ إيه لا الحمد لله، الله يبعدنا عنه، لا أحب مجتمع المدخنين ولا أحب اللي يدخنون أساساً، ريحة خائسة وسنان صفر، والله لا يبلانا. بس صدقت. وتعرف يا الحبيب الموضوع زواج وكذا، أبيك تعطيني زبدة الرجال، وشو من اللحية؟ أرحب، أنت غالي علينا يا معشر السيارات، أنت بس اسألني وأنا أجاوبك. شهادته ماستر؟ نصاب معه دبلوم. يقول على العاشرة. يا رجال يا عاشرة على المرتبة الخامسة. يدخن؟ إيه ما غير يحرق دخان من بكتين إلى ثلاثة، ويقفلها برأس شيش آخر اليوم، ولا وإذا في مباراة للهلال رأس رايح ورأس جاي. يا السربوت وجاي يتشخص علينا، انا ما احب مجتمع المدخنين يا راعي الدبلوم. طف وجهك طف وجهك، دزها. حسب بنات الناس لعبه؟ احنا نعرف نجيب اخبارك يا ورع. عامر في محل برجر في التيوان تبينا نروح له، يحب قلبك. نحبك يا عامر. وانا احبك بعد. وش اللي احبك؟ ها؟ لا اقصد السيارة ذي احبها. يا عامر انا هب انت يا قلبي. وانا هب انت يا كبير. يا عامر تسولف لمين انت؟ لا لا بس اللي يمرون اعرفهم واسلم عليهم. حن من فنزاتك يا كبير، عرفت؟ يا رب الفنزات والله. منحوس انت، وش وضعك؟ فيك شيء انت؟ وضعي رجعني البيت احسن لي، اصلا انا ما احب الاماكن اللي فيها زحمات وتجمعات. خف علينا يا مسي. لا يا شيخ يتعب مسي عندي. عامر عامر تعال لهلم تعال. تكفى يا أخي طلبتوك، تكلم لي أبو كفته يصلح مصدم، من يوم ما صدم بمعد صلحني. عامر كفراتي محبلة يبيلها تغيير، تكفى تكفى ساعدني. عندي الفحمات على وشك تنتهي واحتاج خرط هوبات. يا ليل القروشه، تبي تسكتين انت ولا شلون؟ براحتك لا تتضايق لو خربت. ابوك البثاره، خلاص اسكتي ما تفهمين.
بالطقاي انت الخسران. لحول الله يصبرنا عليه بس. عامر زين قابلتك، بالله كلم ذا الفاهي اللي يسوقني، قل له السيارة الثانية ماخذ مفتاحها أخوه وجالس يفحط عليها. يا عم عامر بالله قل له أخذ سيارة لحجمة، والله ثقيلة علي. الحين وش الوضع؟ تبي تسكتينهم ولا أنزل؟ لو سمحتوا، عامر ما يبي أحد يتكلم معه. نبيه يساعدنا، إيش ذا النفسية ذا؟ أنا نفسية؟ طيب أوريكم. لا أحد يتكلم معي، لا أنتي ولا هم. أروح البيت براكلي. إذا متضايق مني بعني وارتاح خلاص، ولا بتسمع صوت أي سيارة مرة ثانية. لا يا شيخة، من زينس أصلا. يا عيال، عامل أسبوع عطبل استراحة ولا له حس، شكله مسافر. لا مسافر ولا شيء، أنا قابلت عامر قبل كم يوم، بس ترى الرجال مو بنفس خوينا الاول. اهدى من كذا عيال، ندق عليه ونشوف الموضوع. الو عامر. ما فيني شيء، بس اني مريح ومشغول ادور شراي الموتر. ترى شراي للموتر. سمعت صالح يقول لك شراي. اذا صالح شراي لازم اقابله واعلم عيوب الموتر. أبيه بعيوبه، أبيه بحلوه بمرة، أبيه ترى شراي صامل واحد بس يات أقدام شاري عليك بوع علي، لا الهبك بعين. عامر بع للرجال تراه صامل. بيع السيارة لولد عمك يا عامر، لا تكون حسود. بعت. مبروك. يعطيك خيرك فيك شرها. أم أمين جزاكم خير. ركبنا معك، ركبنا أكيد أول الرادفين أنتم. أبا نسيت عامر وأيام عامر يا العينين. لا تجيب طاريه تكفى. يلومون انبت. لب قلبك أبوك يا الفلا عيال، لا تقطع. ها عيال غريبة، وين صالح؟ له كم يوم مختفي يا أبوي. من يوم ما اشترى السيارة من عامر ما عاد شفناه. عامر وين صالح؟ من شوفه؟ اللي يبي صالح يروح يدور عليه. ألعب. صالح ساعدني يا صالح، بطاريتي بتنتهي. يا صالح صالح تعال تعال سكر لي الباب، نسي الهب المفتوح. يا صالحي خلوه يجدد التأمين حقي. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدفة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حياكم الله على الميسور، وباسر إن شاء الله تأخذ واجبكم ونعزم الجماعة كلهم. ما يحتاج يا عم،
عارفين قدر عندكم ولا جينا نختبركم. الله يكرمك الجنه يا عم ويغنيك. اي والله يا عم بيض الله وجهك ما قصرت، الله يجزاك الجنه. سب الله يحييكم. سامحوني عيالي انا جا وقت نوم. البيت بيتكم، خذوا راحتكم. ابد يا عم خذ راحتك، هذا بيتنا ومحلنا. اقول يا زقرت ورا ما نروح الاستراحه نلعب سكه بلوت ونفلها. ايش رايكم شباب؟ ايش رايك ابو عزيز؟ يلا جو. انت خليك هنا ها؟ يلا مشينا. لعب سريع سريع ها؟ لا تقعد تناظر خويك. أكرمك الله يا عامر، ورايا حنا استنسنا. الله يحييكم، واعذرونا على القصور. ما من قصور يا عامر. بيض الله وجهك، الله يسعدك، ما قصرت، ما الله يا عامر، ما الله. فمان الله. مع السلامة يا عيال. اسمع، الأشكال هذه لعد أشوفها طاب استراحتنا. سلامات، وش فيك أنت؟ لا يا شيخ، ما شفت حركة ولد عمك يوم يغمز الخوية ويضحكون علي ويطلع لسانه؟ سلامات، لا تصير نفسية، يمكن يغمزنا عشان البلوط. إي لا تسوقها علي، أنا قافطة وقاسة يوم يغمز الخوية ويضحكون علي، العينات هذه لعد أشوفها طاب استراحتنا. إي لا تكون عينات علي يا عمي، بعدين مو بأنت اللي تقرر من اللي يجي للاستراحة. هدوا اللعب يا عيال. ألعن الشيطان يا جماعة. أعوذ بالله من إبليس، بس الجحلط لعد أشوفهم طابين استراحتنا. تعاقب وتخسى، ما الجحلط إلا أنت وأشكالك يا ورع. شرها مو هو عليك، شرها علي، انا اللي جالس في الاستراحه هذه. اقول انقلع بس، انقلع اقول بس هناك. يلا وربي ما لك داعي تفصل على ياسر، ترى الحق معاه. على شحم انت، اطلع منها. ما انت صح يا عامر تغلط على الشباب علشان عيال عمك يا عنصري. لا ابوها من الاستراحه واللي يقعد فيها يا شيخ. اسمع، لا عد تضيفني للجروب، تفهم ولا ما تفهم يا ورع؟ هلا انا عند الباب، اطلع لي. خير خير، وش حاسوا بناتك وياسر؟ هذا بزر وشايف نفسه ولا يقدر العيش والملح اللي بيننا. يا رجال الموضوع تاف، والشيطان دخل بينكم، واصل جاي نصلح. اي تاف يا حبيبي، ترضى احد يقول عن عيال عمك جحلط؟ خسوي عقب ما الجحلوط اللي هو قال انت ذا. قال انت ذا، هذا شايف نفسه، شايف انه هو فوق والناس تحت. حتى انت كان يقول ليش تدخل الاستراحه عشان ولد عمك؟ اسمع يا صالح، هذا ياسر اذا كلمته ولا دريت انك شفته في مكان، ترى لا انت بولد عمي ولا اعرفك، تفهم؟ انا شاريك وبايع غيرك، انا ولد عمي على الغريب. كفو، ما بقى الله الورع ياسر، انا اوريك. السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا. معك عبد الله والد ابو عبيد. حياك الله حبيبي. بلغ ربعك يحولون الدراهم حق تجار استراحه. ابشر ابشر حيحولوها. اي ما هو ابشر ابشر، ترى ويدق عليكم ما تردون. لا لا حيردوا الجماعه، انا حبلغهم ان شاء الله. سلام وسلم. فجاه كذا وكان الشيطان دخل بينهم. ياسر يقول ولد عمك غمز وجحلوطي، الثاني قال له جحلوطي انت واشكالك، كلمه منا وكلمه منا، بالأخير كل واحد طلع زعلان من الثاني. عدو الإنسان الشيطان، وكونك صديقهم المخلص لازم أصلح بينهم. ألو، إيوه ياسر، فينك؟ في السينما. في السينما؟ أنا قلبي عليك متقطع أنت وعامر. يخص عليك يا ياسر يخص، نسيت الماضي الجميل، نسيت لما تكون ما معك قطة نستر عليك ونتفعلك، لما تكون في حزنك نسعدك، نسيت؟ المسلم لا يستسلم، لا تستسلم، لا تستسلم لتفكير الشيطان السلبي، وتعال الاستراحة واتصالح مع أخوك عامر.
يا اخوي ماني بجاي. انا قايل لك ما ابي اتصالح مع احد خير شر، لا عاد تفتح لي هذا الموضوع. الله انك رمة. ولا انك رمة يا شيخ. بشر، ايش قال لك؟ يا شيخ هذا غبي طلع، مخه سيء يا اخي. مال الا رجاله، مال الا عامر كفو. شكله مشغول. الا قفل بوجهك يا فقي. فين فين يا حبيبي؟ فين راح انت كمان؟ متسانم ما ابوه تقدير العيال عمومتي ينعافى قاعد ابوه. يبا صلى على النبي، عجب لك الاجه اللي تبغاه. ايه وين رايح؟ ما هو؟ وازيدكم من الشعر بيت. عبد الله انا رايح الاستراحه، يبغى الايجار. والله مره مو وقته. ما دام تدعوا كذا راح اخذ الرموز حقي اللي اشتريته ب 10 ريال. يا كفته. انت الكبير، صلي على النبي يا كفته. ايه كل واحد ياخذ اغراضه، شيل وامشي وخر. اركش يا حبيبي. شكوش تم النظام كده، سيل وامشي. طبعا ايش جبت؟ والله اني قليل ادب، ما جبت ولا شيء معي. يلا ان شاء الله الزعله الجايه اجيب شيء معايا عشان اشيل وامشي. غير الزيت يا معلم. عامر ام عاد معاد ابوك يا الصدفه. هلا هلا والله. وين الناس؟ انت اللي وينك مختفي؟ لا مختفي ولا شيء يا حبيبي، انت اللي ما تنصات. الزبده لازم تجيني اليوم للاستراحه. والله ودي يا الخوي، لكن اليوم مرتبط مع الوالد. ها يا مرتبط، عطنا من وقتك شوي، ترى بيننا سوالف وشيء كبير. متوسط، ثانوي، حاره. الله يا الذكريات. تذكر يوم انك تتسطر وافزع معك بالطليعه؟ شو اسمه ذاك اللي طاقيت معي ابن الحلال؟ محمد عبد الله، ما ادري محمد. الزبده معك احد من العيال في الاستراحه اللي درسوا معنا؟ لا لا ترى كلهم ما تعرفهم، اخوي عمل وكذا بس. وقسم بالله تستانس، جوهم على جوك. خلاص ابشر، ابى اخلص مشاويري مع الوالد وبجيك، بس ابشر. عامر بدون رسميات وكلافه. رسميات وكلافه معك انت؟ لا يا ابن الحلال، بساط احمدي وخذ راحتك وبرسل لك اللوكيشن، متى ما زان جوك تعال يا حبيبي. ابشر ابشر. اوكي؟ اوكي. لا تقاطع. الله الله! اليوم اجلسه في البيت! محتاج اقعد مع نفسي وافكر في الحياه. مليت من الاستراحه ومن اصحابي. سبحان الله، سبحان اللي هداك، وان شاء الله وصلت بتفكيرك لشيء يعني ينفع. ادور على هذا الصفر اللي يقولون انه التجار. كل ما سالت واحد قال بديت من الصفر. على الأقل تدور الصفر أفضل ما أنك ما تدور ولا حاجة. عندي مشروع، إيش رأيك تساعدني فيه يا أبويا؟ أبشر بي. يا أبو خبز للأجواء. ما أنت بعاقل يا مسي، عطني جوالك. إيش تبي فيه؟ تبي اشحن لك رصيد؟ اسف. اقول بلا بربره، عطني جوالك افتح سنابك. وش قطع الخصوصيات ذا؟ اوه خصوصيات، والله كبرنا يا ورع. افتح جوالك عطني السناب، ابيك تضيف هذا الحساب. شوف يا ليل، شغل الدعم ذا مو بعندي. اصبر يلا ضفها. امزك. حط اصحابك بالغربان، اصحابك لو بتغرب الهن، ولو دولابك مرة. سوي فيها دراما الورع. اوف شكربت على خويك. مو بشغلك تفهم. ها جبتوا له كل اغراضك، ام بطاطيس وام ثوم وام كاتشب وام حمر. قروش قروش قروش، بس انت شد حيلك وانا ابوك. توكلنا على الله يا ابويا. بسم الله. بطاطس بطو راسك بطو راسك، قطع وبعدين قول بطاطس. ياوا سونا. يا بابا اعطيني جوالك شوي. انا ابدا شاحن. انا بشحن لك بس اعطيني اياه. طيب هلا والله بالعيال. اتحداك الاستراحه البطله، ابوك الروقان الفخامه. شوفوا هذه الاستراحات، مو بهذيك ما تعوق معنا، يروحون اخويا يجي بدالهم 1000.
هلا والله بالعيال، سلام. هلا هلا هلا. سلام، هلا بك، هلا والله. ترى عارف العب شطر الخريطة. عادي، معليش، امسح بوجهي. استرح يلا حيه. هلا والله بعامر، نورت. الله يسلمك. هذا صديقي عامر، صديق قديم من ايام الابتدائي وكذا. اوكي اوكي اوكي، خلنا نركز. ما قلت لي وش تشرب؟ اي شيء. ابد اللي تبيه موجود، بلاك كوفي، لاتيه، كابتشينو. انجز للكوفي كورنر وضبط قهوتك يا وحش. هيلب يور سيلف. ما في شاي تلقيه ما؟ سواقين سطحات عندك احنا. خلاص خلاص، كابتشينو كابتشينو، هب يور سيلف. خذ راحتك. ها هلا والله بالعيال، اتحداك الاستراحات البطلة، شوفوا شلون كابتشينو وكافي ولاتيه وهب يور سيلف. وهنا العيال شوفوا، ها طقونا شطرنج، الشطرنج للأذكياء، أوكي؟ وهنا الروقان التمساح، هلا والله. أقول احذف، احذف السناب بسرعة. شوف يا محتوى يا المؤثر. استغفر الله العلي العظيم. يا غدا تعب والله. جوه يغبن. جرب 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 جرب، بطاطس بالكفاتي، بطاطس بالكفاتي، جرب جرب. طيب البطاطس فرش ولا مفرزن؟ وهذه الاكياس ما هو؟ هذه اكياس اسمنت ولا بطاطس؟ هذه بطاطس طازه. عطنا واحد بطاطس وحط لي كاتشب. هيا حط الخمسه هنا، يلا. يلا اللي بعده اللي بعده. ما شاء الله تبارك الله، كفته بالله، ابي بطاطس من يدك الحلوه لي. بس البطاطس حقي ابي خاص بالله، ابي من برا طري ومن جوا مقرمش، وابي نص استوى، لا هو بغرقان زيت ولا هو بناشف، شيء بسيط ابيك تسويه. شفت الاطراف؟ ابيها محروقه. خليفه سجلنا الطلب حقك، رجعنا بكره. هيا روح. اللي بعده حطه هنا عندك. كيف حال يا عامر؟ الحمد لله بخير. حساب سوسو ياسر؟ لا، حساب الحالي. لا تحاسبني مع الأشكال ذي. حساب 57 ريال. ألو، هلا والله، كيف الحال؟ ها موجودين بالاستراحة؟ قل قسم أبوك يا الفلة. إيه أنا بالبقالة الحين جايب الدجاج، نبي نشوي ونفلها بالاستراحة. أتحداك ريان موجود. أبشر أبشر، بضبط لكم مضغوط ما قد أكلته مثله. أبشر بعزك. النشبة ذا يبيك. أقول صديق مشي السرعة مشي السرعة بلا فقش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. ايش ذا؟ كبسة؟ لا شكشوكة. ما تشوف الدجاج؟ اي بس ترى ما تعودنا هنا في الاستراحة كشنة وريحة وبصل. يا عمري ما تعودتوا ها؟ معليش نعودكم شوي شوي، تجيك احلى كبسة يا ولد. عساك على القوة ان شاء الله، بس يعني مطول انت في الموضوع هذا و... لا 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 لا، نص ساعة بالكثير 45 دقيقة، الحين اكتمه بالكاتم. رح خلاص. كتمتنا احنا، ما كتمت الكاتب والله. اي والله ما عليك، انتم يبي لكم بخور وحركات وكذا. لا تكثر بصل. ابشر ابشر. من قصتك ذي عرفت انه ما عندك سالفه.
اليوم احلى عشوه مع العيال يستاهلون حبايب قلبي والله. شوفوا الاكل الزين وبعد الاكل هذا ان شاء الله احلى فره في تركي الاول. تستاهلون حبايبي. تفضلوا تفضلوا. يلا شكرا صديق شكرا. شيل 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 يلا 10 ريال كويس ها. يلا خلاص يلا مع السلامه. 10 كويس خلاص يلا مع السلامه. يلا يلا مع السلامه باي باي. يا معلم الاكل هذا كله سفري. تعتبر التماسيح من أشرس الحيوانات الزاحفة على ظهر الكوكب وتمتلك دير بد دير بد دير بد. أحلى كبسة لعيونكم عيال. حبوا دهن تعالوا. وين جايب قدر الضغط معك؟ طالع كشتة ذا. حبوا دهن يعني أصلا والله العظيم. خويك جاء. تبع علي معلش عادي بعدين نشوف العيال ترى مو براعي الرز ومضاغيط والجو ذا. تعشي لحالك بالعافيه وامسحها في وجهي ترى علشانك بس. يا شريك الله تعب. خلاص عامر رح تعش رح تعش بالعافيه. عادي عندكم تعشى لحالي. اي عادي هل بيرسل. اي هذا نظامكم. هذا نظامنا. يا شريك الله تعب. استغفر الله. قدر ضغط. مفترس ما شاء الله. مساء الخير يا جماعة، أبشركم إني فتحت بسطة بطاطس في الحديقة والأمور تمام. عرفتوا ها؟ وأتمنى منكم إنكم تدعموني وتشاركوني في فرحتي. يجي بالأدب. إيش الحركات الحلوة دي يا كفتة والكفاتي؟ شكل الشغل حامي معك. أديني صحن. هات فلوس والعمل والصحبة صحبة. ما شاء الله يا كفتة ما شاء الله على المشروع الجميل هذا. أجل عطني صحنين، واحد لي واحد له على حسابي. الله الله ياسر اشتقنا لك. تعرف وش ناقص الجلسة دي؟ يجي عامر وتحلو. أنا عامر. أنا كفتة. أنا حبيت أبارك لك وشارك فرحتك بس سولي صحن سفري وجبه هنا لي بالسيارة باخذه. أبشر يا عامر. يهو يا عيال هذا ايش عنده هنا؟ يعني غبنا كم يوم ورحنا وجينا ألاقيك ماخذ المكان وتبسط فيه؟ أنتم مين؟ احنا حاجزين هالمكان لأن أسفين نبسط فيه ونترزق الله. سافرنا كم يوم لقيناك متكي البجيح. أهدى من كذا. أرض الله واسع وحي مكان. أقول بس لا يكثر. يلا شيل عفشك وضف وجهك من هنا. والله بتحرك من هنا والرصيف طويل. روحوا شوفوا لكم مكان ثاني. والله لا مشيك طارق وانت ما تشوف الدرب. امشي يا ابن الحلال. اقول لا تدف وانت الحلال. يا واد قوم يا واد. يا شباب